صعد التوتر السبت في هونغ كونغ، حيث اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المحتجين قرب مخفر للشرطة في حي للطبقة العاملة، ما أثار شكوكا حول استمرار الاحتجاجات السلمية التي استمرت أياما عدة. وسار آلاف المحتجين في منطقة كوون توغ الصناعية، حيث اعترضهم عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب. وكانت تظاهرات هونغ كونغ بدأت باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديمقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في العام 1997.